ناقشت الغرفة الجزائية بمجلس القضاء العاصمة يوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022 قضية النصب الموجهة إلى الجمهور. تعرض بموجبها حوالي 150 شخص من مختلف ولايات الوطن إلى عملية نصب من طرف تاجر في شركة خاصة المسماة إيجل فلاير ذات المسؤولية المحدودة الكائن مقرها بحي زرهوني مختار حي الموز بمحمدية شرق العاصمة الذي يتواجد صاحبها في حالة فرار بالخارج. وفي الجلسة التي حضرها 3 ضحايا فقط من أصل 6 تأسسوا كأطراف مدنية في ذات الملف، واجه المتهمين بصفته مستثمر في ذات الشركة الوقائع المنسوبة إليهما مجددا بعد استئناف الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة دار البيضاء الذي قضى بإدانة المتهم الموقوف الأول ب5 سنوات حبس نافذة و50 مليون دينار غرامة مالية نافذة. كما تبين من خلال مجريات المحاكمة أن القضية انطلقت بناء على عشرات الشكاوي تلقتها مصالح الأمن بولاية بومرداس والعاصمة، مفادها أن الشركة محل المتابعة نصبت على زبائنها الضحايا أموال طائلة بعد عروض مغرية بادرت بها، والبداية كانت بمؤسسة الأم الواقعة بولاية بومرداس، بحيث استغل صاحب الشركة طلبيات المواطنين الملحة للحصول على سيارة جديدة مقابل تخفيضات، وقامت بإيهام الزبائن بتمكينهم من سيارة من نوع بيكانتو وبولو مقابل أن يدفع الزبون مبلغ 50 مليون سنتيم. وبحسب العقد الذي تسلمه الضحايا وبحسب ما صرحوا به في الجلسة، فإن الشركة اشترطت عليهم عدة بنود للالتزام بها، منها أن يتم جلب أكبر عدد من الزبائن للشركة من طرف الزبون الذي يتقدم إليها بداء من يوم التسجيل في ظرف 8 أشهر و6 أشهر حسب نوع السيارة، وبعد انقضاء المدة المحددة في العقد يتسلم الزبون السيارة من نوع بيكانتو مع احترام أجال التأخير. وفي الأخير إخوتي الأعزاء، نصيحة من القلب: إذا شفت إعلان أو عرضوا عليك سيارة رخيصة في هذا الوقت، عرف روحك راك داخل في حيط. سلام.